طبعا اخبار كتيره جدا جدا، لكن كمان على مستوى الصحف العالميه. تعالوا مع بعض نشوف الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. اسبانيا وماركا الاسبانيه هنبدا بيها، وماركا الاسبانيه ركزت على تدويق طبعا ريال مدريد بلقب كاس السوبر الاوروبي على حساب فرانكفورت، وكتبت نهم بمعنى شغف، بمعنى ان الملكي يعني ما زال عطشان للبطولات. ريال مدريد يتوج بخامس لقب للسوبر الاوروبي، وكريم بنزيما يصبح ثاني هداف تاريخ ثاني هداف تاريخي للريال الملكي. الصحيفه كمان اهتمت بالبرتغالي برناردو سيلفا لاعب المان سيتي، وكتبت برناردو سيلفا يفتح الباب لبرشلونه. اهتمت نفس الجريده بانتقال اسكو لاشبيليه، وكتبت اسكو يطلق العنان للجنون في اشبيليه. لسه في اسبانيا وهنروح لصحيفه سبورت. صحيفه سبورت ركزت على اخبار برشلونه وتطورات زي ما بقول لحضراتكم مستقبل فرانك دي يونج ومصير صفقه برناردو سيلفا، وكتبت فرانك دي يونج القرار النهائي، وممفيس ديباي يستعجل عمليه رحيله نحو اليوفنتوس، وسيلفا مانشستر سيتي تعرف رغبتي في الرحيل، ونيكو يسافر لفالنسيا لانهاء رحيله الى الاعاره. صحيفه اهتمت كمان بفوز الريال زي ما قلت لحضراتكم على فرانكفورت والتتويج بكاس السوبر الاوروبي، وكتبت ريال مدريد يتوج باول لقب في الموسم. لسه في اسبانيا لموندو ديبوتريفو ركزت الصحيفه على طبعا صفقات برشلونه واخبار الفريق، وكتبت الوقت التجريبي، ونيكو يرحل معارا لفالنسيا. برشلونه مرهون بطبعا الرافعه الاقتصاديه الرابعه لتسجيل الصفقات الخمس، بالإضافة طبعا لعثمان ديمبلي وسيرجو روبرتو. الصحيفة اهتمت بتتويج الريال بكأس السوبر الأوروبي على حساب فرانكفورت، وكتبت كأس السوبر الأوروبي بالفعل بيضاء. طيب نسيب أسبانيا ونطلع على إنجلترا، وطبعا جريدة صن الإنجليزية ركزت على محاولة تشيلسي لضم طبعا ثنائي برشلونة فرانك دي يونج وأوباما يانج، وكتبت وكلاء خاصون وتشيلسي يستعد للانقضاض على ثنائي برشلونة. اهتمت الصحيفة كمان بتصريحات فرناندو فيرناند حول فريق الفريق السابق مانشستر يونايتد، وكتبت مانشستر يونايتد اعتاد على التوقيع مع الأفضل. أما على مستوى فرنسا ليكيب الفرنسية ركزت على مصير نجوم في أندية كبيرة في الدوري الفرنسي والرغبة في التخلص من رواتبهم، وكتبت قصص الأعلى. كمان تحدثت عن انتقال طبعا أليكسيس تشانسيز من طبعا إلى أولمبيك مارسيليا، والصحيفة اهتمت كمان بوفاة لاعب بنفيكا السابق، وكتبت شالالا إنسان كبير جدا. على مستوى الصحف العالمية كمان إيطاليا بتتكلم، وكوريا دي السبورت الإيطالية بتتكلم على سوق الانتقالات للأندية الإيطالية، وكتبت يوفنتوس وحسم طبعا ومنفيس ديبي على بعد خطوة، وفيجولي جدد عقده، وعن ميلان كتبت طبعا ميلان يحصن تيموري حتى 2027. الصحيفة كمان اهتمت بتتويج الريال بكأس السوبر الأوروبي، وكتبت ألبا وبنزيما 2-0. دي كانت الصحف العالمية.